السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم نتكلموا على ايصال الواي فاي بالمودم، كيفيه ايصال الواي فاي بالمودم. بزاف الناس تقساوني قالوا لي كيفاش نوصلوا نديروا الواي فاي في الديمو. اول لازم تكون عندك الكلي تاع الواي فاي، بلا هذا ما دير والو. لازم يكون عندك هذا الكلي تاع الواي فاي، تقوم بتركيب الكلي هذا في الديمو. تركب الواي فاي في الديمو. تركب لازم تركبه في اليس بي هنايا، قوم بتركيب هنا الكلي. آه كي تركب الكلي في الديمو تروح للميني، تروح للميني، تروح للشبكة. ها الشبكة هنا، هنا هي الشبكة. دير إعدادات الشبكة، إعدادات الشبكة، وتضغط على بحث، يخرج لك هنايا الواي فاي، يخرج لك الاسم تاع المودام اللي عندك. تقوم بالضغط على، ضغط عليه هنا، وتقوم بإدخال مود باس. تقوم ادخال مود باس هنايا، مود باس تاع الواي فاي يكون عندك تكون عارفه. من بعد دير اونتري، من بعد دير هنايا، تقوم هنا راه ديكونيكتي، دير ودير كونيكتي، دير كونيكتي، رام كونيكتي الواي فاي، واي فاي كونيكتي، هكذا الواي فاي راه كونيكتي. تجي الميني، تجي الاب، وتروح اي بي تي في، الاي بي تي في، والبين سبور. لازم تكون عندك الانترنت قوية، بين سبور. Thank you.